بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي ولله الحمد والمنة المسائل الأربع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بيانك السلام عليكم ورحمة الله. من أوكى أدرس دي قباتا وتمن أوكي مسألة لي قداه. نعم قلنا أولا لابد أن نتعلم قبل أن نعمل. Mun ce na farko dole mu nemi ilimi gabanin mu yi aiki. Wa idha ta'allamna 'amilna. Idan kuma muka samu ilimi to sai mu yi aiki da shi. Wa idha 'amilna da'awna. Idan kuma muka samu wato muka yi ilimi muka yi aiki da shi sai mu yi da'awa. Wa nasbir 'ala al-'amal wal 'ala al-'ilm wal 'amal wad da'wa. Sai kuma mu yi hakuri kan neman ilimi, mu yi hakuri kan aiki da ilimi, mu yi hakuri a lokacin da muke yin da'awa. Na'am. وذكرنا أن الصبر ثلاثة أقسام على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. ومنشي هقولي إن كشي أكوني متنجي هقولي وجن بيجي وألا دني سنتن سابون ألا دكما أبين دألا يقدر وباوا. نعم الآن نبدأ في القسم الثاني من أقسام هذا الكتاب وهو المسائل الثلاثة. Yanzu a wannan darasi zamu dauki bangare na biyu ne daga cikin bangarori guda biyar na wannan littafi na usulul salasa wato sune mas'aloli guda uku. Na'am, kunna hadhihi al-mas'ala al-thalatha hiya anwa' at-tauhid. Waɗannan mas'aloli guda uku sune nau'ukan tauhidi guda uku. At-tauhid ma huwa? Qad yas'alaka insan yaqul hal anta muwahhid? Wani zai iya tambayan ka menene tauhidi? Shin kai mai tauhidi ne? Na'am, at-tauhid huwa إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيدي شيني واتو متن يكاديت الله دا أبين دا الله يكي وانت دا شي نا بانجر الربوبية انسا أيو كان الله دا ألوهية انسا واتو بانجر إبادة بوتا دا بايسكي و الله دا كمسونا ين الله دا سيبو انسا. نعم إذا هذا معنى أن التوحيد ثلاثة أقسام. وانو كوينا نوني كينا توحيدي ينا دا كشي قدا أكو. توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. واتو أكوي توحيد الربوبية شيني ككديت الله ده أيوكن الله. نعم الثاني توحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. عبادات لا يمكن أن تصرف إلا لله. شيكما توحيد نبي واتو توحيد الألوهية شيني ككديت الله ده أيوكن دباي سكيه والله واتو إبادو دينسا سا إبادو دينسو سكما إبادو دبا أي قوني سيغ الله شيكري. الثالث إفراد الله سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات. أبو نأكو كشينا أكو نتوحيد واتوشيني كريت الله تكين سونا ينسى دسي بوبينسا. بأن نثبت كل ما أثبت الله لنفسه سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. تهنير متبتر مسا أبين دي تبتر وكانسا دسو نسونا يه ko kuma manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar masa da su a cikin hadisansa na sunaye ko kuma sifofi wa na lam fi kull ma nafa Allah an nafsi wa nafa anhu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam haka kuma mu korewa Allah dukkan abin da Allah ya korewa kansa ko kuma manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya kore masa a cikin hadisai nafsi Allah subhanahu wa ta'ala an mumathalati al khalq mu ce Allah subhanahu wa ta'ala ya wofinta bai yi kama da halittunsa ba al masail al thalatha مسألة قد أكو المسألة الأولى فيها أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يفرد بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات مسألة تفرقو للي با مكواسي أن قد يتعالى سبحانه وتعالى دا توحيد الربوبية لكم توحيد أسماء وصفات المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يعبد إلا الله مسألة تبيو كما أتكين وانا لتافين شيني قد يتعالى دا إبادة دا باي سكي تيد دا بزاك بوتاو كوا بسيق الله فالله سبحانه لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته كائنا من كان نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك سبود الله سبحانه وتعالى بايا يرضى أحد أشد وني أتكين بوتانسا سواء وانا زا أحد أشد ألم النبي ني كو كما ملائكة ني كو كما الجني ني كو كما كوما واني ني نعم المسألة الثالثة البراءة من الشرك وأهله لابد أن نبرأ من الكفر وأهله بالقلب وباللسان وبالجوارح مسألة تأوك كما تكرشان سوشين مبرنتا دقا شركة دقا ما أبو تين شركة ما أبو واتو مشركي كما هكا زي كسن چه دزوچ يمو دقا ما حرشان مو دقا ما سوران غبامو دول مبرنتا دسو نعم بالقلب إقرار واعتراف أن كل ما على الكفار كفر وضلال a zuciyarmu mu tabbatar cewa duk abin da kafirai suke kansa na kafirci to bata ne bil lisan tusarrih bil lisan da harshe kuma ana min al mushrikin da harshe kuma mutun yace ni ban kasance daga cikin mushrikai bai ya fada bil jawarih la nusharik al kuffar fi iyadin fi ihtifalatin fi tuqusin fi libasin a cikin aiki kuma ba za mu yi tarayya da kafirai ba cikin ayyukan su cikin tufofin su cikin idin su
cikin duk wasu abubuwan su na ibadodin su da bukukuwan su inqasama an-nas fi at-ta'amul ma'a ghayri al-muslimin ma'a al-kuffar ma'a al-mushrikin ma'a al-yahud ma'a an-nasara ila thalathati aqsam tarafayn wa wasat mutani dangane da mu'amalan su da yahudawa da nasara da kuma mushrikai da duk sauran kafirai sun kasu zuwa kashi uku wajen yadda suke mu'amalan su akwai wadanda suke tanan akwai wadanda suke tanan akwai kuma wadanda suke tsakiya na'am alqism al-awwal man yusharik al-kuffar fi iyadim wa ihtifalatum fi tqusum fi ash-shirk hatta tadhun annu wahid minhum min al-kafirin wato na farko sune masu sakaci wadanda suke tarayya da kafirai cikin ibadodin su cikin wato harkan bikukuwan su har sai kai zaton ma cewa wannan din ɗaya ne daga cikin su na'am wa qism thani يتعرض الكفار بالقتل والسب والشتم واخذ الاموال لا يفي لهم بالعهود نبيكما شيني واندا كويوشي يكي كاشا كافري يكي تشوتر دسو بايا تيكا الكورين سو كلهم شي دي سي دي زاجي سو يا تشوتر دسو يا موسو وانا يا موسو وانشان بايا تيكا موسو الكورين سو نعم هذا باطل وهذا باطل تو دا نفر كون دا نبيون دوكا سنة تنبتا الوسط هو الصحيح ابو نتاكيا شيني ديدي لا نشارك الكفار في عيادهم ولا في احتفالاتهم ولا في الطقوس ولا في البدع ولا في لباسهم بزامي تاريا دا كافري با cikin idin su da tufan su da duk wasu abubuwan da suke yi wanda yake bance su haka tufofin su ومع هذا نفي لهم بالعهود لا نتعرض لهم لا بالقتل ولا بالسب ولا بالشتم ta gefe guda kuma in muka yi alƙawari mu da su to zamu cika musu alƙawari ba za mu cutar da su ba ba za mu kuma zage su ba ba za mu kashe su ba kamar yadda wasu suke nad'uhum ila Allah nansih lahum kuma za mu yi ta musu da'awa zuwa ga Allah mu ce su shiga musulunci muna musu nasiha nata'amal ma'am fil bay' wash-shira za mu iya kuma mu'amala da su wajen saye da sayarwa na'am wala naghush al-kuffar naqul lahum antum idha baqaytum ala ma antum alayhi satadkhulu an-nar wa nahnu nakhafu alaykum min an-nar ba za mu musu gishu ba ba za mu rufa musu ba za mu gaya musu cewa ya ku kafire in kuka kasance akan abin da kuka kasance akan sa na kafirci to wallahi in kun mutu za ku je ku shiga wuta wallahi a'lam Allah shine mafi sani